ورجعنا لكم بعد الفاصل لاستكمال فقرات برنامجنا النهارده. وطبعا ما نقدرش ننسى ست الكل، وما نقدرش ننسى ازاي نفيدك عشان تلحقي تعملي طبق سريع في خلال فتره وجيزه. وعلشان نعمل الموضوع ده يسعد ان يكون معايا ضيفتي العزيزه في الفقره الثانيه الشيف رحاب وجدي. صباح الخير يا شيف رحاب. صباح النور، ازيك يا استاذ اسلام، اخبارك ايه؟ تمام، نورانا النهارده في اولى حلقات برنامجنا النهارده شيف رحاب. ميرسي، ربنا يخليك. شيف رحاب النهارده يا جماعه تعمل لنا طبق نسمعه منها هي افضل. اتفضلي. هنعمل فراخ بالمرتة اللي هي يعني بصل بسمنه بلدي وشويه حاجات كده ظريفه جدا وشويه بهارات معانا، فلفل اسود وملح وكمون، بس دي بس البهارات اللي معانا. تمام، والبصل والبصل بقى واللحمه المفرومه هنعمل بيه رز بالخلطه او رز. تمام. بالخلطه والمكسرات ان شاء الله. طيب هتقولي لنا بقى المقادير. اتفضلي. اولا عندنا هنا بصل. تمام. وعندنا حته زبده هنشتغل فيها على طول. طبعا يا جماعه زي ما انتم سمعتوا كده المقادير في البدايه حاجات بسيطه جدا وموجوده بسيطة في كل خالص. بيت موجوده عندنا. تمام. كلنا حته سمنه او زبده اللي انت تحبي تشتغلي بيه. تمام. طبعا شويه دي سخنه جدا. وهنا شويه زيت صغيرين. ده شويه زيت صغيرين يعني تقريبا معلقتين. معلقتين بس هي اكتر حاجه تكون السمنه البلدي او الزبده. تمام. دي المرتب اللي هنحشي بيها البصل الفرخه. هناخد بس تقليبه بسيطه، احنا مش عايزين اكتر من كده. تمام. يا دوب بس البصل ياخد لون. غير لون البصل لون بس يعني نغير لون. انا في الطبيخ ضعيف شويه فهي الاستاذه بقى لا يا دوب بس يغير لونه وريحته طبعا تطلع. احنا عايزين ميه هنا للشوربه بتاعه الفرخه. الميه. طب لو في ميه يا جماعه بعد اذنكم. معلش. بس كده. طب زي ما شفتوا يا جماعه الزبده وبعد كده البصل بس كده خلاص. والزيت سنه ملح بسيطه يعني معلقه الملح او الملح الطبيعي بتاعنا. تمام. تمام. الفلفل الاسود والكمون طبعا. طبعا البهارات الاساسيه يا جماعه اللي هي في اي طبق. بالظبط كده البهارات الاساسيه اللي موجوده في اي سنه كمون. هي المرتة بتحب الكمون. المرتة ده اللي هو اسم الخلطه يا شيف. اسم الخلطه اللي هي اصلا بتتحاشى بيها ايه؟ الفراخ. البط. البط ولا الفراخ؟ دي بتاعت البط. طيب تمام. هي جماعة بتاعت البط طبعا هي قدر. ايوه المرتة دي بتاعت هم البورسعيديه طبعا. فاهمين عارفين انا بقول ايه. تمام. هي الأكلة دي بورسعيدي أصلاً؟ بورسعيدي بس بالبط. بالبط. لكن أنا اللي خليتها بالفرخة، ليه بقى؟ مش كل الناس بتحب البط. الجديد مش كل كله الناس عندنا. أيوه بالظبط كده. الجديد كله عندنا يا جماعة. الجديد كله عندنا. آدي المرتة بتاعتنا كده جاهزة. تمام. وكله تمام. قدام الكاميرا. هخليك الناحية التانية. أهي كده لونها، إحنا مش عايزين أكتر من كده خالص. كده تمام زي الفل. البصل لونه غير. عادي. بس كده. عايزين بس ننقل عشان تبرد بسرعة ونبتدي نشتغل. في الطبق الثاني هنحط دي بس هنا كده. تمام. انا محتاجه بس افضي المرتة هنا تبرد عشان نقدر نحشي بيها الفرخه بتاعتنا وتكون كويسه. تمام. في نفس الحله بقى هنحطها تاني على النار قبل ده ما يبرد. هنحط حته الزبده بتاعتنا. تمام. معلقتين الزيت برضو. احنا كده عملنا المرتة الاول يا جماعه. بالظبط نسيبها تبرد تهدى بس هتبرد شويه. شويه وبعد كده نبدا ان احنا نشتغل تاني. ده بقى هنعمل هنا الرز بالخلطه. تمام. ده بقى الخلطه بتاعه الرز بالخلطه زي ما انتم شايفين. بالظبط. البصله طبعا كالعاده هتدبل معانا شويه بسيط. احنا عايزين ميه بس للشوربه بتاعه سخنه. البصله بس تدبل معانا حاجه بسيطه لونها يغير وطبعا الريحه هتطلع. طب انا يا جماعه الريحه هنا انا مش عايز اقول لكم الريحه هنا عامله ازاي بصراحه. انا شاممها، انا عن نفسي جايز اكل انا الوقت كده قبل ما الاكل يستوي. الف صحه وهنا. الله يخليك. هنحط تقريبا نص كيلو لحمه مفرومه. دي خلطه الرز يا شيف. الرز بالخلطه ايوه بتاعنا. تمام. دي يا جماعه زي ما احنا قلنا يا ريت تقولوا له بتاني الخطوات التانيه اللي عملتيها. حاضر. اولا عملنا المرتة بتاعتنا عباره عن بصل بس. نتبله مع سمنه بلدي او زبده اللي تحبيه بس الافضل طبعا سمنه بلدي. تمام. وبعدين تدبل او لونها هيتغير سنه بسيطه هنحط عليها ملح فلفل اسود سنه كمون. دي التوابل بتاعتنا يا جماعه اللي احنا معتادين عليها في البيت المصري. بالظبط كده التوابل بتاعتنا. تمام.
زي ما انتم شايفين الوقت اللحمه المفرومه مع معلقتين الزيت مع قطعه الزبده او مكعب الزبده. بالظبط كده. تمام كده، انا كده بقيت تمام. تمام زي الفل جدا. تمام. احنا بس نمسك دي. الشيف رحاب يا جماعه البيج بتاعها على الفيسبوك باسمها من مطبخ رحاب وجد. من مطبخ رحاب وجد. وعموما لما تكتبوا من مطبخ هيظهر رحاب وجد. بالظبط كده. معلقه الملح بتاعتنا او يعني الملح بتاعنا المعتاد يعني. تمام. الناس بتحبه كتير قليل طبعا. رز بالخلطه يعني قرفه باودر، واحدة لورا كده بسيطة. لازم رز معين ولا ممكن على أي لا نوع؟ رز بسماتي، رز مصري عادي. الرز المصري بتاعنا أحلى حاجة. تمام. وطبعا في ناس بتحبه بالبسماتي بس يتعمل عادي يعني. بس احنا الرز النهاردة بتاعنا اللي هو تمام. العادي جدا بتاعنا. تمام الرز المصري يا جماعة بتاعنا العادي. بالظبط. طبعا هنا الريحة كده اللون يا جماعة بصراحة أهو اتغير. تمام. لحمتنا زي ما انتم شايفين على الشاشه يا جماعه كده لون اللحمه ولون البصل اتغير طبعا، ادى اللون الغامق بتاعه. اه اتنين ثلاثه بس حبهان بسيط يدونا نكهه برده وطعم حلو. تمام. نفضل بس نقلب فيها شويه حلوين كده. ننزل بقى بالرز بتاعنا المغسول طبعا ده رز مغسول بس مش منقوع، مغسول بس احنا مش عايزين اكتر من كده. هنحطه على الخلطه دي، هنحطه على اللحمه المفرومه. نقلب تقلبتين محترمين. تقلبتين محترمين. هنا بقى ايه الرز ازاي ما يطلعش معانا معجن. تمام. نسمع صوت الايه صوته كده وهو بيشغلل في الحله. تمام. زي صوت الفشار. ايوه كده مظبوط. علشان يطلع معانا مفلفل وحلو ما نستعجلش وننزل الميه بسرعه. تمام. تقريبا كده اتعلمنا النهارده الطبق ده من حضرتك طبعا. ان شاء الله يعجب كل الناس باذن الله. كده خلاص كده تمام. تمام. كده الرز نشف تماما من الميه، سامعين اهو. تمام. كده كده حطينا له ملح وحطينا له الفلفل الاسود والقرفه. تمام. حطينا كل حاجه. اوتش. هنا بس بتجاز سخن شويه. بتجاز. خش بقى على الفرخه. هنا هننزل المايه بتاعتنا بقى بالمقدار المعتاد. تمام. اللي هو مقدار الرز العادي. بالظبط كده. كده نستنى لما يغلي وهنوطي النار عليه جدا. تمام. خش على الفرخه بقى. حالا. زي ما شفتوا يا جماعه موضوع الرز بالخلطه موضوع بسيط جدا وسهل جدا. بس احنا محتاجين نوطي النار هنا شويه. هنا بقى الرز بالخلطه بتاعنا هنحشي الاخت دي. الفرخ الفرخه يعني. الفرخه او البط. عايزين نحشيها حشوه كده ايه. تمام. بسم الله. طيب اولا الفرخه مغسوله طبعا بالطريقه بتاعتنا العاديه جدا. خلي بقى اللي يحب يغسلها بالخل بالليمون بالملح، انا بحب اغسلها بالملح والليمون واسيبها شويه بتاعت. حلوين. بالظبط كده. احنا هنفتح فرختنا الحلوه دي. تمام. ونبدا نحشيها يا جماعه بالخلطه اللي عملناها في الاول. بالظبط اللي هي المرتة. اللي هي المرتة او المرتة او ايا كان. لا مرتة. المرتة يا جماعه. البورسعيدي. المرتة البورسعيدي. حلو كده. ايوه كده جميل. المرتة البورسعيدي. الفرخ عاده بتاخد نص كيلو بصل. طيب. والبطايه بتاخد كيلو. كل حاجه على حسب حجمها بقى. بالظبط كده. احنا معانا فرخه صغنطوطه كده لذيذه. انا شاطر في المطبخ. ما شاء الله ما شاء الله. كده خلاص احنا حشينا فرختنا. تمام. في ناس بقى بتقفلها بخيط، في ناس بتقفلها بعصايه الشيش طاووق، فانا دي اسهل طريقه. احنا هنقفلها بالطريقه دي، هنضمها على بعض كده. معلش استاذنك تمسك معايا. تمام. لا ما تمسكش هنا دي. طب امسك دي. ماشي. زي ما شفتوا يا جماعه كده على الهوا. معلش يا جماعه المساعده حلوه برده. لا عادي عادي، فن التطريز. بالظبط كده. وهندخل عصايه الشيش طاووق بالطريقه دي كده. بحيث نقفل الفرخه كويس والمرته بتاعتنا ما تطلعش بره الايه بره الفرخه. بالظبط كده. او البط. عايزينها كده اهو دي. تمام. بقى هنمسكها كده. معلش لا لا عادي 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 اتفضلي. هناخد واحده تانية برضو هنقصها دلوقتي ونظبط شكلها وتبقى زي الفل ان شاء الله. هي المفروض بخيط ونروح ايه عاملينه كده بس مش ماشي مش مشكله. خلينا في ده اسرع. احنا محتاجين بس نبص بصه هنا على الرز بتاعنا. خلاص كده هو اتشرب. احنا عايزين نوطي بقى النار جدا.
مش عايزينه يتحرق من وقت. تمام، هو بعد كده بنوطي النار شويه. تمام، بعد ما بياخد اللون ده يا جماعه زي ما انتم شايفينه على الشاشه بنبدا ان احنا نهدي النار شويه. اه المفروض بقى نهدي النار خالص ونسيبه يستوي براحته. تمام، تقريبا بياخد 20 25 دقيقه بالظبط على نار متوسطه. بعد حشو الفرخه اه احنا عايزين بقى نضم رجليها دي على بعض كده بالطريقه دي. تمام، زي ما انتم شايفين يا جماعه المساعده حلوه عادي. ايوه بالظبط كده. اه حتى بنتعلم خبره. بس كده خلاص كده تمام جدا زي الفل. المفروض نحطها دلوقتي في الشوربه بتاعتنا اللي هي عايزين ميه تاني. تقريبا الشوربه بتاعتنا بقى طبعا لورا، حبهان، مكونات الشوربه العاديه. اه بالظبط كده. طبعا فلفل اسود بتاعنا. الملح مش هنحطه دلوقتي، الملح هنحطه بعد شوي بس تغلي شوي. اه بس كده تمام. نحط بقى الفرخه بس نكمل شويه ميه كمان وننزل الفرخه بتاعتنا. هننزلها دلوقتي ونكمل الميه بعدين. مش مشكله نكمل الميه عشان نوري الطريقه بس للناس. زي ما انتم شفتوا يا جماعه خلطه الشوربه العاديه جدا، الميه والتوابل تاني بتاعت الشوربه عشان ما اعرفهاش. ملح وفلفل اسود، لورا، حبهان، وطبعا مستكة طبعا اكيد. المستكة بس انا ما نسيت اجيبها النهارده. ماشي، بس في قرفه ولا ما فيش قرفه؟ في قرفه طبعا. القرفه يا جماعه ما ننساش القرفه، اهم حاجه القرفه. طبعا القرفه دي صديقتي عشان الشوربه تاخد طعم ولون كده. بالظبط كده تمام جدا جدا. وحطينا الفرخه فيها زي ما انتم شايفين، ومعانا الرز هنا لغايه ما اللون بتاعه يتغير، ونبدا نهدي النار على الرز. معانا من 20 ل 25 دقيقه عمال الرز يستوي. طبعا ده الكلام ده حضرتك بتعمليه في البيت اللي هي ست الكل. تمام، مش على الهوا يعني. وهنا الفرخه طبعا بتاخد قد ايه برضه يا شيف الفرخه؟ بتاخد تقريبا ساعه الا ربع. ساعه الا ربع؟ اه من ساعه الا ربع لساعه. طبق يا جماعه زي ما انتم شفتوا اتعمل في اقل من نص ساعه. خالص تمام، سهل وبسيط. وكل بهاراته موجوده وكل التوابل بتاعته موجوده في كل البيت المصري، سواء الزبده، البصل، المكسرات، اللي يحب يحطها يحب، واللي ما يحبش اللي عايز يحط مكسرات بقى يا جماعه، اللي هو رز بالخلطه والمكسرات. اللي عايز يضيف المكسرات دي حاجه طبعا ترجع. اه احنا هنا معانا لوز، كاجو، زبيب، وبس اي طبعا المكسرات العاديه اللي احنا عارفينها الموجوده في اي بيت. بالظبط، احنا بس هنا نكمل الميه السخنه على الفرخه بتاعتنا عشان تستوي مظبوط. الميه تغطي الفرخه ولا؟ اه بالظبط، الميه لازم تغطي الفرخه. تغطي الفرخه يا جماعه زي ما انتم شايفين. بس طالما الحلة كبيرة ممكن تاخد مية أكتر وبتستوي بسرعة جدا. تمام، وطبعا لو الفرخة كبيرة شوية ممكن نحط لها ربع معلقة سكر، بتستوي جدا. تمام، وبتبقى لذيذة جدا جدا. بعد ما بتطلع من الشوربة بنحمرها في معلقة سمنة كويسة مع شوية زيت صغيرين، وبتاخد لون حلو وبس كده تكون تمام جدا. تقريبا الطبق ما بياخدش تحضيره ربع ساعة اقل كمان. لا يا جماعه طبق زي ما حضراتكم شفتوا مع الشيف حب مفيش اي، ما استهلكش اي وقت لا خالص. تمام، مع ان انا كنت مفكر انه ياخد وقت جامد. لا لا ده بسيط جدا وسهل يعني جدا. انا كنت مفكر انه ياخد وقت جامد معانا. وزي ما انتم شفتوا المكونات بتاعتها كلها موجوده في البيت عندنا، كل التوابل قدام حضراتكم. تاني ممكن حضرتك تقول المكونات تاني سريعا؟ طبعا عندنا الفرخه بالمرتة، المرتة اللي هي عباره عن بصل كتير، تقريبا الفرخه بتاخد نص كيلو بصل بس. تمام، بنحطه مع معلقه زبده وزيت على النار، بياخد تشويحه لونه يا دوب بس بيتغير، حاجه بسيطه جدا. وبعدين بنحط عليه كمون، ملح، فلفل اسود، تقليبه بسيطه وبس على كده. نسيبه يهدى شويه ونحشي بيه فرختنا وبس كده. ادي الفرخه البالمرته. انما الرز بالخلطه بقى بصلايه محترمه كده كويسه، معلقه سمنه على زيت او زبده على زيت، تشويحه للبصل كويس، ننزل باللحمه المفرومه، بهاراتنا قرفه، فلفل اسود، ملح، وممكن سنه كمون بسيطه، ويتشوح كويس جدا مع بعضه. وبعدين ننزل بالرز بتاعنا تقليبه لحد ما نسمع صوت الشخلله. صوت الشخلله اهم حاجه يا جماعه. وبعد كده الشخلله دي بالظبط. تمام كده، تمام. وبعدين نحط مقدار الميه بتاعنا زي الفل جدا. تمام، ايه رايك انت؟ لا ده كده تمام يا شيف والله. ان شاء الله لما تدوق بقى. طبعا احنا نوريكم كده سريعا الطبق الجاهز اللي الشيف طبعا مجهزاه وعاملاه. انا هنجيبه، احنا هجيبه انا بنفسي. تمام، ده يا جماعه طبعا بيبقى الشكل النهائي للطبق بتاعنا. تمام بالظبط.
ده الشكل النهائي للطبق بتاعنا، الفراخ بالمرتة البورسعيدي، المرتة البورسعيدي تمام، مع الرز بالمكسرات زي ما حضراتكم شايفين قدام الشاشة. طبعا كده ده الشكل النهائي للطبق بتاعنا اللي ما استهلكش مننا وقت كتير، ما استهلكش مننا يا جماعه اي حاجه، حاجات كلها موجوده في البيت المصري، مكوناته بسيطه وسهله جدا جدا زي ما الشيف قالت لكم. طبعا طريقه العمل انا اتعلمتها على فكره، ان شاء الله تجربها. اتعلمت الاكله دي. طب حاجه كويسه جدا. انا اتعلمت الاكله دي، هستنى لما تعملها في البيت وتقول لي كده الدنيا عامله ازاي. انا هروح اعملها بنفسي، بس لو في اي حاجه باظت بقى ما... لا لا، على مسؤوليتي الخاصه. لو في اي حاجه باظت، انما انا هروح باذن الله اجربها تاني في ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ممكن تبص على الحاجه بتاعت حضرتك. هنا معانا الرز اهو. تمام. الرز يا جماعه زي ما انتم شفتوا كده ده الشكل النهائي بتاع الرز. بالظبط كده، جميل جدا اهو. بس هو لسه محتاج طبعا يقعد على النار شويه كمان. تمام. طبعا زي ما انت قلت بياخد من 20 ل 25 دقيقة. بالظبط كده. تمام. الفرخه برضو بتقعد حوالي ساعه الا ربع. تقريبا يعني. هي لسه شويه بقى. بعد كده بتطلع تتحمر تاني في تتحمر في سمنه بلدي مع شويه زيت صغيرين، وبتاخد اللون الجميل الذهبي الحلو دوت، وبعدين بنقدمها على طول مع شويه مكسرات لو امكن، لو في، لو ما فيش عادي جدا ما فيش مشكله خالص. اكله خفيفه يا جماعه ولذيذه هي مش خفيفه قوي، هي خفيفه نص نص. خلاص. هي خفيفه نص نص. خلاص هي مش خفيفه خالص. تمام هي لذيذة، حلوة جدا في العزومات، في غدا ظريف مع العيلة. لا هي فعلا سريعة وغير مكلفة، وفعلا في أي عزومات تلحقي إن أنت تنجزي وقت، لو أنت مستعجلة أو العزومات جت فجأة يا جماعة تلحقي إن أنت تنجزي وقتك، وتلحقي إن أنت تعملي طبق برضه له قيمة غذائية وله قيمة أصلا في شكله. تمام. وفي نفس الوقت بتعملي أحلى عزومة بالظبط للضيوف اللي جولك فجأة دول. صح. تمام. شوفوا بص حضرتك بقى على حاجتي كده، تبع الرز بتاع حضرتك هنا بس شويه كمان. لسه هنا فرختنا لسه ما غليتش، بتحاول تغلي ان شاء الله، تغلي بسرعه وتقريبا ما بتاخدش وقت في التسويه خالص، حسب بقى نار البوتاجاز بتاعنا، حسب الحله بتاعتنا كمان، برضو لازم تبقى حله كبيره. هي ممكن بعد ما الطبق يجهز كده حضرتك يعني الفه فويل وكلام من ده، ولا هو سيبه عادي كده مش شرط ان انا الفه فويل مثلا حفاظا على؟ لا هو لو الدنيا لسه وقت الغداء طويل، لسه ما الناس ما جاتش، ممكن نغلف طبعا بالفويل لحد ما الدنيا تبقى كويسه والناس تتجمع على السفره، وبعدين بنشيل الفويل خالص عشان بس الفرخه تحتفظ بالسخونيه بتاعتها، درجه الحراره بتاعتها يعني. والرز طبعا احنا عادي ممكن ناكله في اي يعني دافي سخن شويه، مش قوي نص نص كده، على حسب بقى. بالظبط على حسب الدنيا بتاعتنا. طبعا يا جماعه هنا الدنيا الريحه مش عايز اقول لكم عامله ازاي. الطعم اكيد طبعا الريحه بتدل على الطعم طبعا، زي ما بيقولوا كده في الامثال العين بتتذوق قبل البطن. تمام. وواضح من الريحه ان الوجبه او الطبق اللي اتعمل معانا النهارده طبق جميل جدا ان شاء الله يعجبكم باذن الله. يعني. وانا اتعلمته زي ما قلت لحضرتك. دي حاجه كويسه جدا. تبسطني ان شاء الله. عموما يا جماعه في نهايه حلقتنا بحب اشكر ضيوفنا اللي شرفونا النهارده، الدكتور محمد طلعت دكتور تقويم الاسنان وخبير تجميل اللثه، والشيف رحاب وجدي اللي شرفتنا النهارده وعملت لنا طبق الفراخ بالمرتة أيوة. والرز بالمكسرات. وبنقول لكم انتظرونا الاسبوع الجاي في حلقه جديده من حلقات برنامج اول بدايه، وبحب اشكر الضيوف اللي كانوا معانا النهارده شرفونا في اول حلقه في برنامجنا الجديد، وبنقول لكم دمتم امنين.